عيون جل مغمراتي يا حي مركب الذلايل. أخرج طارق بعمر إلى اللقاء أيضا في يوم الختام. مذيعنا شكرا مذيعنا المتألق على هذا العرض لكل النتائج. إذا هكذا كانت البداية لأشواط الكبار والمسافات الطويلة من 8 كيلومترات. نبارك للكل هذا الفوز وتدشين وقص هذا الشريط. نقول ألف ألف مبروك للفائز بخنجر القعدان والرمز الرئيسي مناور سالم بن عامر المدهوشي. ناموس استاهل تحية. ألف ألف مبروك رمز الخنجر للشوط الرئيسي الثنايا القعدان سالم بن عامر المدهوشي. الشعار الذي لا تغيب عن شمس الإنجازات. ألف ألف مبروك. أيضا الرمز الكبير الآخر ذهب إلى العزبة الرائعة والأكثر من رائعة لعبد الله بن طويرش الوهيبي. ناموس أيضا لإخوانه بدر بن طويرش الوهيبي والزملاء كلهم في العزبة. ناموس تهانينا والناموس. رمز خنجر الزمول العام في هذا اليوم ألف ألف مبروك يستاهلون. نسمع تحية. استاهل استاهل. إذا هكذا الدكتور عبد الله بن سالم الجنيبي يكرم الفائزين بهذه الرموز الغالية في هذا اليوم الذي خصص لأشواط مسافة 8 كيلومترات للثنايا والحول والزمول هنا في أرضية ميدان البشائر. هي أيضا أبروفا مبسطة ليوم الختام يوم السيوف والكؤوس الرئيسية. ألف ألف مبروك شعار بن طويرش والشباب المجتهدين في هذا الشعار. إذا هكذا متابعينا الكرام نطوي صفحة منافسات هذا اليوم إلى أن نلتقيكم في منافسات يوم الختام. شكرا جزيلا دكتور عبد الله الجنيبي.